قرار عاجل من الحكومة وحرمان كامل من الدعم لكل مواطن يفعل هذا الأمر، وعاجل رسالة استفزازية من إثيوبيا لمصر والسودان لا نستطيع الانتظار، وضج على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب منتج غذائي مشهور يحتوي على كحول، وننشر التفاصيل، وتحرك عاجل من الداخلية المصرية والأموال العامة ضد نصاب الكليات العسكرية، ننشر التفاصيل، وخمس هزات أرضية ضربت مصر، ننشر التفاصيل وبالأرقام. هل تواجه دلتا مصر خطر الغرق؟ وهل تغرق الإسكندرية؟ ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أولا بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو. أول خبر معانا بيقول إن في رسالة استفزازية إثيوبيا بعتتها لمصر والسودان وبتقول لهم لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية. هل ده يعد تقليدا لما تقوم به مصر أو ما صرحت به مصر أن مصر لن تنتظر إلى ما لا نهاية؟ تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل. الرسالة الإثيوبية الاستفزازية لمصر والسودان: دعا وزير إثيوبي السودان ومصر لعدم التمسك بموقفهم بشأن سد النهضة، أشار إن الإثيوبيين مش هيقدروا ينتظروا إلى ما لا نهاية، وأنهم يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم. يعني إيه الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم؟ يعني الضوء الأخضر للتصرف في مياه نهر النيل كما يعني يحلو لهم. وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين قال أنه ينبغي على مصر أنها تشجع إثيوبيا على أنها تنتهي من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد عدة سنوات فعلينا أن نتعاون معا في استغلال الموارد. وأضاف في حوار أجرته مع القناة العربية ونشرت الخارجية الإثيوبية ملخصه على صفحتها في فيسبوك: أبلغنا السودان بأننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية المخاوف على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين. وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد على الرغم من فشلهما في تقديره، مؤكدا أن إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها اللي هو هتقوم باستخدام مياه النيل دون التسبب في أي ضرر ذي شأن لدول المصب، وأن السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس قضية مشاحنات. وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال الوزير إن القوى العسكرية لن تقدم حلا دائما، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت إثيوبيا. المصدر معنا كان من الخارجية الإثيوبية، وهذا كان تصريحا استفزازيا لمصر والسودان. يعني إثيوبيا بتقول لمصر بكل بساطة ان احنا مش هنقدر يعني ننتظر الى ما لا نهاية، ويجب على مصر انها يعني تشجع على اكمال سد النهضة عشان نبدأ ان احنا نستخدم الموارد الخاصة بنا. فهما بيعتبروا نهر النيل يعني ملكا لهم، ولا يحق لأي دولة ان تستخدم موارد نهر النيل او نهر النيل للاستفادة منه الا إثيوبيا فقط. فأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر: وقرار عاجل من الحكومة وحرمان كامل من الدعم لكل مواطن يفعل هذا الأمر. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موقف التعديات على الأراضي الزراعية والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية. أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعد جديد
على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أي التعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من صور الدعم. في الوقت نفسه أكد الدكتور مصطفى مدبولي من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على المستقبل، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا، فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية. المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي، وهذا كان تجديدا جديدا من الحكومة المصرية على أي شخص يتعدى على الأراضي الزراعية في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وضج على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب منتج غذائي يحتوي كحولا، ننشر التفاصيل. منتج الغذائي ده يعني مشهور وبيتباع بكثرة في السوق وليه نجاح. ايه هو المنتج ده؟ هو منتج بسكويت اوريو. حالة من الجدل اثارتها قضية احتواء منتج شركة اوريو على كحول، بعد ان نشر موقع القاهرة 24 بريدا الكترونيا لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردت الشركة موضحة التفاصيل. نقل موقع القاهرة 24 عن شركة اوريو العالمية قولها ان حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له، وذلك بعد ان نشر بريد الكتروني للشركة يكشف احتواء منتجها على كحول. وخلال رسالتها لموقع القاهرة 24 قالت الشركة تعتمد شهادة الحلال للمنتج وفقا للبلد الذي يصنع بها، لافتة الى ان دولتين لم يخضع الاوريو فيهما لمعايير الحلال، حيث نشر الموقع الرسائل المتبادلة مع الشركة. أوضحت الشركة قائلة الأوريو ليس حلالا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لذلك نوصي المستخدمين دائما بفحص المكونات والملصق لضمان ملائمتها لنظامك الغذائي. وكان القاهرة 24 قد نشر في وقت سابق بريدا إلكترونيا لشركة أوريو يتضمن احتواء منتجها على كحول، مما يجعل أكله حراما في العديد من الديانات، وذلك بعد وجود تعريف في الصفحة الرسمية للشركة بعدم حلال منتجها خاصة في الديانة الإسلامية، حيث تواصل الموقع مع البريد الإلكتروني، وهي فتاة تدعى ثريا شيخ البلد لبنانية الجنسية وتعيش في أمريكا، والتي أكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية أرسلت بريدا إلكترونيا للشركة للتأكد من حلال منتجها. في تصريح لصحيفة القاهرة 24 قال ثريا شيخ البلد بدأت أن يشك في احتواء بسكويت أوريو على شيء حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال على الرغم من عدم احتوائه على خنزير أو مواد حيوانية. فبكل بساطة يعني بسكويت أوريو هو حلال في مصر وفي عدة دول إلا دولتين فقط، وهما أمريكا وكندا. يعني ده اللي فيه بسكويت أوريو مش حلال ومصنوع من الكحول ومن الخنزير. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحرك عاجل من الداخلية المصرية والأموال العامة ضد نصاب كليات العسكرية. وقررت جهات التحقيق في مصر حبس نصاب بتهمة الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على التوسط لهم لإدخال أبنائهم للكليات العسكرية. وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوت بقنا بتضرره من أحد الأشخاص لنصبه عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية على خلاف الحقيقة. وكشفت تحريات صحة الواقعة، وأكدت ممارسة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة أو إلحاق ذويهم بكليات العسكرية على خلاف الحقيقة.
وتمكن المحتال من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغ بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية التي تسلمها. وأقام قوات الأمن بالقبض على المشتبه به، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصدر معنا كان من موقع قرار 24 المصري، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخمس هزات أرضية ضربت مصر، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له عدة هزات أرضية بمختلف محافظات مصر منذ بداية العام الحالي. ذكر موقع صدى البلد أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت يوم الثلاثاء 11 يناير هزة أرضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر في منطقة شرق المتوسط على بعد 415 كيلومتر من دمياط في تمام الساعة 3:07. وأوضح جاد القاضي رئيس المعهد أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وعمق 60 كيلومتر، حيث شعر بعض المواطنين بهذه الهزة. وضرب زلزال قوي مدينة بني سويف يوم 3/1/22. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد هزة أرضية على بعد 56 كيلومتر شمال شرق مدينة بني سويف. كما أعلن المعهد تسجيل يوم السبت 12/2/22 هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:00. المصدر معنا كان من موقع صدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ربنا يا رب يجنبنا الزلازل والكوارث بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معنا وبالأرقام. هل تواجه دلتا مصر خطر الغرق؟ وهل تغرق الإسكندرية فعلا؟ قال علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر إن الحديث عن غرق أجزاء من الدلتا بسبب التغيرات المناخية بدأ من عام 2000، ومصر تولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع. وأكد النهري في حديث لصحيفة RT أن بعض المناطق السفلية من الدلتا تأثرت فعلا بسبب التغيرات المناخية، وليس دلتا النيل فقط بل أيضا دلتا نهر الميسيسيبي وجنوب شرق أسيا وبعض الجزر المالديف. ونوه بأنه قام بعمل بحث بالاشتراك مع علماء ألمان عام 2010 على دلتا نهر النيل، وأظهرنا من خلال استخدام النماذج الرياضية أنه بالفعل سوف يحدث غرق لبعض الأجزاء السفلية من دلتا نهر النيل. وأشار إلى أن منسوب سطح البحر 30 سنتي، وأشار إلى أن مصر فقدت حوالي 5 كيلو نتيجة ارتفاع سطح البحر في راس رشيد، وقال انه لن تختفي الاسكندرية لان معظمها يقع على حاجز بحري جيري تكون من الامواج البحرية يتراوح ارتفاعها بين 35 متر وعرضه من 3-4 كيلو متر، ويمتد من ابو قير شرقا نحو العلمين، وهو يحمي مساحة كبيرة منخفضة خلفه تصل الى دمنهور جنوبا. هذا الحاجز احد 7 حواجز جيرية تنتشر غرب الاسكندرية، وتم استهلاك بعضها كأحجار جيرية خاصة في منطقة الحمام، والبعض الآخر نشأت عليه القرى السياحية. والمناطق الخطرة هي منطقة أبو قير، وهي مدخل لمياه البحر نحو شمال الدلتا وجنوب اسكندرية حتى كفر الدوار، وقد تصل إلى دمنهور، والتي يبدأ من عندها إجراءات الحماية حتى بورسعيد شرقا. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وربنا يا رب يجنبنا الكوارث ويبعد عن بلدنا مصر أي مشاكل أو أي مخاطر أو كوارث بيئية بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.